أستاذ محمد الشرقي، أتمنى أنك في المتابعة والاستماع. هذا خطاب افتتاح الدورة الخريفية، لكن هو أيضا بمضمون اقتصادي لا تغفل عنه العين. نعم نعم، هذا خطاب اقتصادي واجتماعي بامتياز، وهو خطاب يعني تكملة لما ورد في خطاب عيد العرش وأيضا في خطاب 20 غشت. في خطاب عيد العرش أعلن جلالة الملك عن الخطوط الكبرى التي سينوي جلالة الملك يعني تقديمها إلى المنفذين، يعني اللي هي الحكومة والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم. فأعطى جلالة الملك يعني الخطوط العريضة، ثم جاء في جلالة الملك في خطاب 20 غشت فأعطى تفاصيل أكثر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجوانب الاجتماعية وبالتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية والتقاعد ويعني فقدان الشغل. ثم الخطاب الثالث هو الآن خطاب موجه إلى من يهمهم الأمر، اللي هما الحكومة أساسا وهما البرلمان وطبعا الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وبقية المجتمع. فإذا من خلال يعني هؤلاء الممثلين الأمة توجه يعني جلالة الملك إلى الأمة، لكن يعني المسؤولية الأولى تقع على يعني المؤسستين اللي هي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية اللي هي الحكومة. لماذا؟ لأن المؤسسة التشريعية هي التي ستوافق على المشاريع التي ستقدمها الحكومة، وهذه المشاريع هي من نوعين إن شئنا. النوع الأول من هذه المشاريع القوانين، يعني مشاريع القوانين، هي حزمة اقتصادية متكاملة فيها ما يتعلق بالقانون المالي، سنرى التفاصيل في الأسبوع المقبل، ثم ما يتعلق بها في الجانب المتعلق بالاستثمار، إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا صندوق سيادي وصندوق استثماري، قيمته أو رأس ماله الأول هو 15 مليار درهم، مليار ونصف دولار، يعني 1.5 مليار دولار وأكثر شوية. من شأنه تعبئة موارد مالية بقيمة أكبر في قطاعات ذات حيوية واستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. هذه الأولويات وضعها جلالة الملك على رأسها طبعا القطاع الفلاحي، لأنه هو أول قطاع في المملكة وهو أول قطاع في الاقتصاد من حيث فرص الشغل، يعني يشتغل فيه تقريبا يعني ثلث العاملين، يعني لقبتنا العاملين 11 مليون نقدر نقول على أنه يعني حوالي 4 مليون تقريبا من الناس يشتغلون في القطاع الفلاحي وما حوله. طيب. ثم القطاع الآخر هو القطاع الصناعي، نحن الآن نراهن أن نكون دولة صناعية، والقطاع الآخر اللي هو القطاع طبعا السياحي وطبعا القطاعات الأخرى المكملة، وطبعا نتحدث عن الطاقة الشمسية والطاقة، سنعود لهذه النقاط، يعني الطاقات المتجددة وغيرها. فإذا يعني هناك يعني إذا سمحت، فإذا هناك الحزمة ذات البعد يعني المالي والاقتصادي، والحزمة الأخرى ذات البعد الاجتماعي، وهما يكملان بعضهما البعض لإخراج المغرب من يعني هذه المحنة.